المباراة طبعا انا لعبت مع بطل اليابان معروفين يعني احنا ان شاء الله مستعدين نروح نصلي عندهم بارض طوكيو. وكان اللاعب يعني قوي خبرات عنده يعني فورمان كان الياباني وانا بس تغلبت عليه مع مساعدة المدربين ومع كل جمهوري ومع عائلة الرياضية. شفنا في تقارب في المستوى بس بعدين بالجولة الثالثة صار اول جولة كانت جالس نبط مني اشوف شو كان عنده الياباني لأن يعني لعبت معه قبل هالمرة ما اعطت اللي عندي من اول شيء. انا كنت اكسبها الجولة الاولى بس ما بدي اعطي شيء من عندي اول جولة. اخذت اول هيك كسب نبض شو بدي العب بعدها الحمد لله. خطوة واحدة على اولمبياد طوكيو مع راح تلعب مع طاجيكستان المصنف الاول وبطل اسيا. نعم. كيف الاستعدادات؟ ان شاء الله باذن الله لاخذ البطاقه بالطول بالعرض باذن الله لاصمم لاخذها باذن الله تعالى ونوصل للاولمبياد وجمهوري كمان بيساعدنا وللاعبتنا ان شاء الله بالتوفيق ان جميعا نوصل لاكبر عدد للاولمبياد 2020 باذن الله. تمام.